مما يعني على القطاعات الروسية أن تنتشر في أكثر من مدينة، أن تفكر في أكثر من مدينة، وبالتالي هي أولا عمليات تشتيت انتباه، ثانيا عمليات استنزاف للقوات الروسية، ثالثا عمليات تحطيم لمعنويات الجنود الروسي وقابلها رفع لمعنويات الجنود الأوكران، وعمليات دعم، وبنفس الوقت عمليات سخط تؤدي إلى عمليات سخط داخل المواطنين الروس. كما تعلم الكثير من الروس الآن يرفضون خدمة الاحتياط، يرفضون التوجه، حتى أن القوات الروسية ضاعفت الرواتب إلى 3 أضعاف لكي يستخدموا مجندين جدد إلى الجيش الروسي. الكثير من الروس تركوا البلاد، وبالتالي هناك رفض شعبي لهذه الحرب داخل روسيا. وهكذا عمليات تساعد أيضا في رفع السخط الشعبي ضد بوتين، تساعد بإيصال رسالة إلى بوتين بأنك أدخلت البلاد في حرب استنزاف لن تستطيع إيقافها، حتى أن أبناء جدتك الآن يقاتلون ضدك، استطاعوا الدخول إلى مدن، استطاعوا عمليات تخريب داخل هذه المدن الروسية، استطاعوا القيام بعمليات استنزاف للقوات الروسية، استطاعوا بالقيام بعمليات تشتيت انتباه للقوات الروسية، عمليات جذب قوات مكافحة الإرهاب، قوات مكافحة الإرهاب سيتم جلبها من أماكن معينة بالتأكيد ستكون هي أماكن خطرة وأماكن يوجد فيها قتال، سحبها إلى أماكن إلى هذه المدينة، وبالتالي إذا قامت هذه القوات في التعرض إلى مدينة أخرى، كما هذه المدينة تبعد عن خاركيف بمسافة 50 كيلومتر بالضبط عن خاركيف، عن شمال خاركيف، بالتالي هي منطقة في السابق كان الجيش الروسي يتواجد فيها، انسحاب الجيش الروسي إلى مناطق أخرى من القتال، مما يعني الجيش الروسي في حاجة لهذه القطاعات، مما اضطره إلى سحبها من خاركيف ومن هذه الحدود التي كانت قبل أكثر من ستة أشهر هي كانت مناطق مرتهبة بالقتال ولا يوجد الآن فيها قطاعات روسية، مما يعني أن القوات الروسية في حاجة إلى هذه القطاعات وسحبتها إلى أماكن معينة أخرى. بالتالي هي عملية تشتيت انتباه للجيش الروسي بالكامل، ومن الممكن أن ينجحون الأوكرانيين في هذه العمليات، في إذا ما نجحت هذه العملية في تشتيت انتباه الروس، من الممكن أن نشاهد هناك أكثر من عملية في أكثر من مكان للقوات الأوكرانية والقوات الروسية داخل روسيا.